Chat reaction. Assalamu alaikum, another one with chats. البيف ينطلق من جديد, بيف قديم جديد ينطلق من جديد. بعد ما كان يونغ زومبي في معك جمع وتلاحو تلاحشي تشارج على يوز 45, هاتشارج لا لا تشارج يوز 45 خاصو هاتشارج باش ينوض تا هو ينوض يربجا. اون توكا يوز 45 خرج تراك الاول اللي درنا ليه رياكشن ورجع بالتراك اخر اللي كلاس فريمون جو بونس غادي يكون بلوس ديدي سيرتلا, حيت الاخر كان دار الخاتم سو دار السيرتلا. جو بونس هذا غادي يكون بلوس اغريسيف وغادي يقصد فيه فريمون يونغ زو. اي الدليل هو ان يونغ زو جاوب, مادام جاوب صافي ديغ كان مقصود وتوشاي يوز 45. دخلوا نتفرجوا, دخلوا نتمزكوا كثر. القناة وصلت 100,000, شكرا للجميع. خليتها من بعد ان شاء الله نديروا شي فيديو نهضروا في هذا الموضوع. هذا نبقاو في البيف دابا نشوفوا الدنيا كي دايره, نشوفوا هذا البيف هذا واش هذا الراوند الاول غادي يجيب لنا شي راوند 2 شي راوند 3. يوز 45 شعل العافية. أنا أخوي نشوفوا السرتلة سرتل من بناد. هالغدر بدا ام بدا كلاسيك تضعاف تفاح عليه في الابل عضها غنتقال كان كلاسيك تضعاف. دار لي الصوره ديالو كان دار يونغ زو هادي في التراك ديالو, كانت واحد المينياتور ديال يونغ زو دار هاد المينياتور هادي ودار ودار وضارب على التوشي اودي على من تضحك ولدي كل شي حاجه تكون قدها قارصدين مو فوسط زو انا هو لاين لحس يونغ زو كاميرا مان رايس هادشي كامل دازو عايش قلنا له ليلو قلتي له انت ليل عايش. انا ليليش ما شنو هاد الباس قلنا ليه ليلو ما عرفتش واش دق لا على ليليش ولا ف عرق خضر كيبان حيت فسر فيك عامد القرز والسبان 100% تجوج بيك لاقيس بجوج حبات دوز لاكيس بزاف على امك تكون حباس على بالي بلا جداك من فاس جبتك ماماك صغيور لبن دباب طولة ماشي دباسكيت انت مدلوك بدلاك انت مدلول شبع منك مور وملاك. بون نسيت ما قلتهاش في الاول ولكن هاد الجوج هادو في البيف ديالهم راه الاندرغراوند 100% يعني استعدوا لتخسر الهضرة واستعدوا للسعدوا غادي يجبدوا الوالدين ويجبدوا العائلة حيت هادشي اللي داروا في البيف القديم وغادي يرخيو العروقة ديالهم عاوتاني. رغم انني هذيك النقطة اللي ما عنديش معاها وانا ضدها هو ان يجبدوا الاعراض في الكلاش. وات ذا فاك النقش جمع فوق ما تزلقش نية ما مطرقش كذب فاش عند السموك عليا ما تمرقش سقسي رازين سليم جانز وعبد الغفور سليم خانز كان جالس عايش فابور. والخيبة ان هاد الجوج هادو كانوا بيناتهم تراو السونات يعني تلاقاو تراو بلانات وما تفهموش يعني طاري بيناتهم التعاويل. هادشي اللي خايف شي بيف ملي كيكون بلان ديجا ملاقي ولا كانوا 20 هذا كيكونوا بلانات بيناتهم. على ودك كنشري بروتاكسيون مينوط من نادور نهار شدك كنخلي اللافا يقول لك يلا دور هاي كندوي ولا معاش مع اللافا لافا بزاف واللي دار مع واحد الفيتشرينغ في الاخر يوسف كاريوز لي انا بوحدي وانتوما سبعه في كازا دوي سول اختك واش وقعت لي شي حاجه دوي كندي بلاصه اي بلاصه بلا ما نوي من لا كارد فاس حتى العرويز غنغن سلوانو بلين صرف مليلي يا خويز نهاري لاقينا افران يرجع الثلج ريد جي من كازا ونجي من فاس ويبدا الحريق. كيتقاد اشي والله ما كيتقاد والله ما كيتقاد طلق لي انستري اولد سكول وخليه بزاف بيتش كليكتي كاع ما صدقات في اللي درتي فلطة عدنا داري عمري بطقات يلا بوز ديري كليبات اللي بوجدي وسقط نوبر انت قرد العش ملك سقر الحشيش من قندهار. اوف 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 بزاف هاد البارتي هادي ديال التعاويد كليكتي كاع ما صدقات جي من كازا ونجي من فاس ويبدا الحريق بيتش
كليكتي قاع ما صدقات بلا اللي درتي فالطاعة نداري عمري بطقات يلا بوز ديري كليبات اللي بوجدي وسقط نوبرين انت قرد العش ملك سقر الحشش من قندهار استوماغو عندي عمره ميدي كامنز مصرش في دخيري أمنتينا سلاح قا ما أمرش هالدريجة في مولي عقب لوحك في السريج ولبسك شي قميجة هي تسمع يوسف عرب نريجة خاف اللي ركبت نظارات غنبقى كنشوفك كتزيد البرودوي في المخدرات لافا بدر هذا على رات باري في البيت وريكو في الريكورد ناري داباك حالات الله يلصقع لا يلصقع يوسف ريفاي بزاف ناري داباك حالات دور له شي صالات الحفله راه سالات غتبان في كاع القنوات حصلوا بصحابك عندك في جيبك عمله د الامارات البورصه ديكلارات لبيت الديكالات غزيرو القيطارات انا يا نيبالا انت يا بيكالا اووا انا يا كاكاروت انت يا بيكولا اووا واش دافع قومي سبيد موشن ترين سريع واخا تبقى كتهضر صحه عليك كتستريح فيك لو الخليج غنغتصبك هنا والمريج في الشارع دوا قلم الشاعر هاد نوبورت كي كيشربو بول البعير بلا ما نهضرو بالرباعي سير قول المورو دابا يوسف بردهالي او تفرقع ديال بصح يوسف 45 خرج اللعيب ديال بصح يعني الجواب غادي يكون اغريسيف هاد البيف هذا عاوتاني غادي تفهمتي غادي يتشرشمو فيه غادي يتشرشمو بجوج في البيف هذا عاوتاني قالي درتي قدوة بقرن تاعي نتمنى يكون زواجي بيك ليك سعيد كليكتي قاع ما صدقات بلالا درتي فالطاعة ندراري عمرين بطقات يلا بزاق بادي واه اللي بوجدي وسقط موبرين تقرد العش ملك سقر الحشش من القندار to be continue making off هذاك الشيء خاسر معلم هذاك الشيء خاسر ومعامن مع يونغزو اللي تا هو عزيز عليه الخاسر يعني ماذا هاد التراك هذا تا هو ديال يونغزو اللي غيطلع دابا تا هو غادي يكون خاسر وغادي يتفرقوا على بعضياتهم يا ربي السلام وصافي في هاد البيف هذا صافي انا صحابي كانوا تعاشروا وكانوا دواء وكانوا تلاقاو ولعبات ولكن مات لي ما تعودش عليه وانتو كارمنا نشوفو يانك زو زومح تراك ما اشتريها لك تشارة بطاعة الكيف سبيتي الواليد أبو فيمي تراك ما اشتريك تشارة بطاعة الكيف زوما حاج دخلك في البيف باسكو هو كان بيفي تبولش لاش اش جاي دير اش خبر اسيح فوق السفلة وحملها تحية او دغيا داز لي الاسيح سبيتي الوالدين اش خبر اسيح هاللي قلت لكم هاد الجوج هادو راه ما كيتعمقوا في العائله اش داك الشيء سبيتي الوالدين اش خبر اسيد ولا على مرتو ولا مع ليكس ديالو ولا هي فوق السفلة وحملها تحيه بلاديه شمتي جوج دمعات دخل معاك الزمان والهم تا كدير فيك مع فنغ على ود 500 درهم تفوق يا هادشي علاش ملي تكون غدير شي حاجة في كارا ديالك ضروري ضرب لها حساب دير الهيت تا حد ما يفك مني ليه تا من لافع شريك هو بصوتو غيقول كتخشي هو لاف الدارجة ديالنا ديال صحابنا في مقهى فهمتي هو قوس قزح والله ما كتبتيها شريك الله انت دابا راك كتعرفو ودا اللافا هذا اللافا اللي دير معه فيتشرينغ ودوا عليه في توشي شو لا كونتر اتاك كي دير ديونغ زو تا هو يوي اش بالك دابا بصح ولا كتوب نسيتي كيف صحباك كتقول يوم اخر مره غنشوف حاشا واش تكون فاسي علمي كتصبح وتمسي
حيت اخر مره كانوا لاقاو بيناتهم وحاولوا يصالحوهم باسكو خرجوا للعيب بزاف فاتوا البيف خرجوا للعيب اللي دار فيك معاه وياك محسوب معانا هذا حسي الكليب المقود عندك مصور في الحيط البرتو هادي غتبقى لك في التاريخ ودي سبوتيفاي بغيتي ولا كرهتي هادو هما الاختيارات كليب مع هويام اكبر غلط درتها اخويا جاوبتك زبيح تبعك نافقه وليكوش ما كتقول تقاقا كاتش فلوي غيك شم مغشوش فاش كتجيب الرمبو عشيرك كتبوسو من لابوش عمر شي زامل فات لاكارير دير يدو واللي عنده شي دليل في بلاص ما يقولو يجبدو نخاف لغدرني خويا ماشي لغدرني العدو للسنك طوال يا ود القحبه نهار نتلاقى وكون قدو تنطع قول اخفز دو بوت عقنا بيك باغي تسا يونغ زو كي في الكلاش كي عوم في الكلاش يونغ زو كي تسطع الكلاش ترفي حتى كاريير جات شالا شوت قبل ما تقد عليا قد بعد بولدك رائد بصلي مسكين غا يكبر خير قبه موت شريد بس حكم العالم كل شي يقوله وراسه مرفوع الا نجحكم اسيا دير بلك تفدا اشهر الجوع الناس كيزيدوا في النيفو ها جاك تزيد في الوشا واش على اصلي دانك تحوي اخرى خدام ولا في الفي ولا الفاكس كان ناقص ما كانش ما تيراش شي لعيبات اللي بزاف الكونتر اتاك ديال يونغ زو اغريسيف صراحه اغريسيف وجبد ليه بلانات دابا جبد ليه شي بلانات خايبه هادشي اللي خايبه هادشي اللي خايبه بنادم خاصو يعرف اشنو كدير في حياتك انت غتبقى تابك ويقد يجبدها لك بنادم ديما يقد يبقى يجبدها لك بنادم وغتندم علاش درتيهم صور واحد يفكر قبل ما يدير شي اختيار سبيسيالمون الا كان مشهور نون توكا حنا ما نسبقوش الاحداث غادي نتسناو يوز 45 حتى هو تجي حيت دابا عاد عنده فين يدير الكونتر اتاك حتى هو يا نشوفوا الراوند 2 كي غادي يكون مع عند يوز 45 وديك الساعه نقدر نزيدو نحكم وهذا ما كان كنتمنى يبعدوا لنا غير على الاعراض واخا يخسروا الهضره ماشي مشكل غير يبعدوا على الاعراض والعائلات وداك الشيء اراو لنا موسيقى مسكونه حنا معاكم هذا ما كان شكرا لي فان ديالهم بجوج بيان سيو غنعاودو نقولو هادشي داخل في الراب جيم ماشي باش تحقد هادشي على ود الموسيقى الا كنتي مريقل كتمزك وهادي ودايزه عواسه ان توكا تهلاو لنا فراسكم تلاقاو في فيديو جديد